يعني تقدم ملحوظ زي ما بقول لحضراتكم، والبعض وصفوا كمان انه تقدم كاسح لقائمه في حب مصر. بنتكلم على في غرب الدلتا المؤشرات بتتكلم على 59% من نصيب قائمه في حب مصر، وفي الصعيد 55%. في تصريحات برضو مقابله لهذا الكلام من قبل حزب النور، حزب النور اللي بينافس قائمه في حب مصر في قطاع غرب الدلتا.